مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على القناة لتعلم اللغة التركية. بفيديو اليوم عنا درس جدا مهم، وهو بالحقيقة مو موجود بالمستويات الاولى بكتب التومر، لكن انا حبيت اعطيكم اياه، يعني مو ضروري ان نستنى للمستويات المتقدمة. هو زمن جدا بسيط، لكن ما بعرف بترتيب الكتب هيك حاطينه، بس انا حبيت اعطيه لان كتير عم انسأل عن كلمة كان، كنت، كنا، كنت، أنت، شو معناتها باللغة التركية؟ هدول كلمات أفعال الكون باللغة التركية هي ليست كلمات منفصلة، يعني هي مو فعل منفصل وأنا فيني يعني أصرفه، لا، هدول لواحق تتصل بالأفعال والأسماء والصفات، وتختلف طبعا بين الاسم، بين الصفة، وبين الفعل. يعني هدول الكلمات مو كلمة منفصلة وأنا فيني أضيفها بالجملة بكيفي، لا، هدول لواحق تختلف حسب الزمن، وحسب سواء كان هذا الزمن عم يحكي بجملة فعلية أو جملة اسمية. اليوم رح نحكي عن الزمن الماضي المستمر، تمام؟ اللي نحن منقوله بالعربي كنت أعمل مثلا، كنت أجلس، كنت جالسا، كنت ذاهبا، كنت نائم، مثلا كنت أنام، يعني هي بما أنه رح ناخد فعل، كنت أدرس، كنت أنظف، يعني كان وكنت، هذول أفعال الكون مع فعل بعدها، ويسمى في اللغة التركية شمدكي زمان هكايسي. شمدكي زمان هكايسي يعني أنا، شو يعني شمدكي زمان؟ هو الزمن الحاضر اللي نحن حكينا عنه من قبل بفيديوهين سابقة، أنا شارحته بفيديوهين، يعني هيك كيف نقول يواش يواش شرحته، أنه شوي شوي فيكم ترجعوا تشوفوا الفيديوهات. طبعا نحن بس رح نستخدم اللاحقة وأدوات النفي والحرف الصوتي، ما رح أرجع عيدها كلياتها لأنه شارحينها من قبل، فيكم تشوفوا الفيديو، الروابط تحت بصندوق الوصف. شمدكي زمان لاحقته يور، تمام؟ لما بقول كلمة هكايسي يعني رح أجيب الزمن الماضي، يعني رح أجمع الزمن الحاضر زائد الزمن الماضي المحدد واللي لاحقته ض الرباعية أو ط الرباعية، كمان أخذينه من قبل، وكمان الرابط تحت بصندوق الوصف. لأنه نحن بالعربي كمان نقول زمنين، كنت أعمل، أعمل يعني لحالها كلمة أعمل بالزمن الحاضر، كنت ماضي، كنت أعمل يعني أحكي عن حدث يعني صار بفترة زمنية محددة في الماضي. طب شو هي لاحقة الزمن؟ نحن أخذين من قبل أنه دائما الفعل يتكون من جذر الفعل زائد لاحقة الزمن زائد لاحقة الضمير الشخصي. شو هي لاحقة الزمن عندي هون؟ كنا رح نجمع لاحقتين، لاحقة زمنين، يعني زمن المضارع أو الحاضر اللي هو يور مسبوقة بحرف صوتي، طبعا الحرف الصوتي يتغير، زائد لاحقة الزمن الماضي اللي هي ض رباعية، يعني ض دي دو دو وط رباعية. لكن بما أنه أنا عندي اللاحقة يور ثابتة رح تكون، فرح أختار لاحقة مناسبة إلها واللي هي دو، تمام؟ يعني رح تكون لاحقة الزمن يور دو، طبعا مسبوقة بالحرف الصوتي المناسب، وبعدها أضيف لاحقة الضمير الشخصي. نبدأ مثلا مع الضمير الشخصي بان. أنا كيف بقول مثلا الفعل، أو رح صرف فعل واحد بجميع الأزمنة، بما أنه نحن أخذين فعل واحد مع جميع الضمائر، بما أنه نحن أخذين الزمنين. مثلا الفعل تشالش، تمام؟ كيف بقول كنت أعمل؟ تشالش هو جذر الفعل، رح أضيف له اللاحقة يوردو، تشالش يوردو، بان تشالش يوردوم، تمام؟ ضفت لاحقة الضمير الشخصي مع الضمير بان واللي هي حرف مي. بان تشالش يوردوم، أنا كنت أعمل. سان تشالش يوردون، أنت كنت تعمل، بس ضفنا لاحقة الزمن نفسها ولاحقة الضمير الشخصي. أو تشالش يوردو، أو دائما ما إله لاحقة ضمير شخصي في الأزمنة. بيز تشالش يوردوك، سيز تشالش يوردونوز، أونلار، هون الأونلار تختلف، رح نقول تشالش يورلارد، يعني رح أضيف بعد اليور لاحقة الضمير الشخصي اللي هي لار، وبعدين أضيف لها لاحقة الزمن الماضي واللي ضفناها هون ض لأنه عندي لار، تمام؟ هدول الضمائر الشخصية ثابتة، لأنه اليور ثابتة فالضمائر الشخصية ثابتة. ولاحظوا أنه أنا استخدمت الضمائر الشخصية لواحق الضمائر الشخصية للزمن الماضي، ليش؟ لأنه أنا عم أربطها بآخر لاحقة، وآخر لاحقة اللي هي دو هي لاحقة الزمن الماضي. أخذ فعل آخر مثلا، بقول مثلا أوتور، فعل الجلوس، أنا كنت جالسا، أوتور يور دوم، أوتور هو جذر الفعل،
يوردو هو لاحقة الزمن، والماء لاحقتي أنا. بان أوتور يوردوم، سان أوتور يوردون، أو أوتور يوردو، بيز أوتور يوردوك، سيز أوتور يوردونوز، أونلار أوتور يورلارد. وهكذا بتصرفوا أي فعل بنفس هاي الصيغة، بس تضيفوا لاحقة الزمن الثابتة مع لاحقة الضمير الشخصي كمان الثابتة، تمام؟ أما في حالة النفي فرح نطبق حالة النفي مع الزمن الحاضر، مع الزمن شندكي زمان. شو هي كانت؟ كانت إنه أنا أضيف حرف مي بعد حرف صوتي رباعي بعد اللاحقة يور. يعني تشالش يوردم راح تصير تشالش ميوردم، تمام؟ بس أضيف بعد جذر الفعل حرف مي مناسب، وأضيف بعده حرف صوتي رباعي حصرا. فعل آخر مثلا بقول أنا كنت أنتظر بكليوردم، بكليوردم. طبعا أنا كنت أنتظر بكليوردم، فعل بكلي هو الأساس، لكن نحن غيرنا حرف A حسب قواعد الزمن الحاضر وقلبت إلى إي عندما جاءت بعدها اللاحقة يور. لكن في حالة النفي دائما احفظوها، في حالة النفي دائما دائما الفعل يعود إلى أصله، تمام؟ يعني بكلم يوردم، بكلم يوردم، بكلم يوردم، لم أكن أنتظر. كمان ناخد فعل ونطبق عليه مع، نطبقه مع جميع الضمائر في حالة النفي. مثلا ناخد الفعل دوي، دوي اسمع. كيف بقول أنا لم أكن أسمع؟ بان دوم يوردم، بان دوم يوردم، سان دوم يوردن، أو دوم يوردو، بيز دوم يوردوك، سيز دوم دوم يوردونوز، أونلار دوم يورلار د. تمام؟ دائما اللواحق ثابتة، لاحقة الزمن ثابتة، ولاحقة الضمير الشخصي ثابتة مع، يعني مع جميع الأفعال، فقط عم يتغير عندي الحرف الصوتي. لازم تعرفوا كيف نغير الحرف الصوتي، أخذينه من قبل وقلت لكم إنه الشرح تبع الزمن الحاضر موجود تحت بصندوق الوصف، يعني الروابط تبعته. أما في حالة السؤال فرح أستخدم أداة السؤال هل، لكن وين أضيف أداة السؤال هل؟ هون رح أفصل لاحقة الزمن الماضي، رح أزيحها شوي لأبعدها وأضيف قبلها لاحقة، عفوا أداة السؤال هل. مثلا مع الضمير سان بقول مثلا قال يوردون، قال يوردون أنت كنت قادم، سان قال يوردون أنت كنت قادم، سان قال يور مويدون. هون استخدمنا جذر الفعل زائد اللاحقة يور وفصلنا عنها لاحقة الزمن الماضي دو، ضفناها بالأخير وضفنا قبلها أداة السؤال موهل. لكن ما هو هذا حرف اليل موجود بالوسط؟ هذا حرف حماية. نحن بالعادة بنستخدم حروف الحماية لنفصل بين الحروف الصوتية. طب راح تسأل وين الحرف الصوتي؟ صح مو تنتهي بحرف صوتي، لكن اللاحقة دو لا تبدأ بحرف صوتي، هي صح لا تبدأ بحرف صوتي في العادة بالكلام والكتابة، لكن أصلها يقال أن أصل اللاحقة دو اللي هي رباعية اللي هي أصلها دي إدي، أصلها إدي، يعني أصلها أنه تبدأ هي بحرف صوتي. فأنا لكن في الكتابة والكلام لا يستخدموها بهذا الشكل، يستخدموها بالشكل المتعارف عليه اللي هي دو رباعية. لكن أنا لما بدي أضيف قبلها كلمة أو لاحقة تنتهي بحرف صوتي فعامل على أنها لساتها تبدأ بحرف صوتي وأفصل بيناتهم حرف الحماية. سان قال يور مويدون، هل كنت قادما؟ أو قال يور مويدو، أو قال يوردو هو كان قادم، أو قال يور مويدو هل هو كان قادما؟ سيز قال يور مويدونوز هل أنتم كنتم قادمين؟ يعني أستخدمها مع جميع الضمائر. هلأ رح يظهر جدول مثل العادة، رح أعطيكم الجدول الموجود بالكتاب، اقرأ لكم التفاصيل لتشوفوا الفعل كيف يصرف مع جميع الضمائر في جميع الحالات، الإثبات والنفي والسؤال بشكله، السؤال المثبت والسؤال المنفي. عندنا هون الفعل أوكو، أوكو هو فعل اقرأ مصرف مع جميع الضمائر في جميع الحالات. أول شيء في حالة الإثبات أولوملو، بان أوكو يوردم، ضفنا لاحقة الزمن زائد لاحقة الضمير الشخصي، أوكو يوردم أنا كنت أقرأ، سان أوكو يوردون أنت كنت تقرأ، أو أوكو يوردو هو كان يقرأ، بيز أوكو يوردوك نحن كنا نقرأ، سيز أوكو يوردونز أنتم كنتم تقرؤون، أونلار أوكو يورلارد مثل ما عملنا من شوي هم كانوا يقرؤون.
وفي حالة النفي أولومسوز فقد ضفنا حرف ما قبل الحرف الصوتي المتصل باللاحقة يور. أوكوميوردوم، لم أكن أقرأ، أوكوميوردون، أنت لم تكن تقرأ، وإلى آخره. لاحظوا هون أصدقائي أنه الفعل بالبداية أوكوميوردوم، هون لما ضفنا أوكوميوردوم رجعنا ضفنا حرف صوتي بعد حرف النفي ما. ليش؟ لأنه في حالة الإثبات ما ضفنا حرف صوتي، لأنه القاعدة تقول أنه إذا كان الفعل ينتهي بحرف صوتي رباعي فأضيف اللاحقة يور فقط. لكن لما أضفنا لاحقة النفي اللي هي ما، اضطرينا نرجع نضيف حرف صوتي مناسب، تمام؟ أما في حالة أولوملوسورو يعني السؤال المثبت، نفس ما قلنا أنه راح أستخدم الفعل زائد يور أوكو يور، بعدين أستخدم أداة السؤال مو، بعدين أستخدم لاحقة الماضي زائد لاحقة الضمير الشخصي، مثلا أوكيور مويدم، هل أنا كنت أقرأ؟ أوكيور مويدن، هل أنت كنت تقرأ؟ أوكيور مويدو، هل هو كان يقرأ؟ وكمان إلى آخره. أما في حالة أولومسوسورو فنفس الوضع، راح أستخدم لكن أستخدم الفعل في حالة النفي وبعدها أفصل لاحقة الضمير الشخصي ولاحقة الزمن الماضي وأضيف قبلهم أداة السؤال هل. أوكوميور مويدوم، ألم أكن أقرأ؟ أوكوميور مويدون، ألم تكن تقرأ؟ أوكوميور مويدو، ألم يكن هو يقرأ؟ أوكوميور مويدوك، ألم نكن نحن نقرأ؟ أوكوميور مويدونوز، ألم تكونوا أنتم تقرؤون؟ أوكوميور لار ميدي، ألم يكونوا هم يقرؤون؟ في حالة السؤال مع الضمير أون لار، لاحظوا أنه نحن ضفنا أوكيور لار ميد، لأنه بس مع الضمير أون لار اللاحقة تتصل بالزمن، يعني تتصل بلاحقة الزمن الأول اللي هي يور. أوكيور لار ميد، وضفنا ميد بدل مويدو لأنه آخر حرف صوتي يعني اللواحق كان في الكلمة في اللاحقة لار اللي هو أ. أوكيور لار ميد، أوكوميور لار ميد، وهكذا أنه أنا أصرف نفس جميع الأفعال بهذه الطريقة. هذا كان درسنا لليوم، إن شاء الله يكون الدرس سهل وبسيط. أنا بتوقع أنه سهل لأنه نحن ما أخذنا شيء جديد، يعني هو زمنين نحن بنعرفه من قبل إذا أنتم تابعين طبعا معي بالدروس، بس أنه جمعناهن مع بعض واستخدمناهن، نتج عندي زمن جديد وزمن مهم جدا نحن بنحكي فيه. إن شاء الله مثل ما قلت لكم يكون الدرس سهل وبسيط. ضلوا دائما بخير، مع السلامة.